قرار زوين ديال الحمامات غيسدوا او اخويا سدوا فهمتيني سدوا شي وقيشات ما ينساوناش من الحمام راك عارف الحمام عند الناس ديال الشعب راه هو من الاوائل فهمتيني هي الحاجه الاولى كاع اخويا الحمام غادي نمشيو نقولوا الحمام ويدوروا يشوفوا صحاب لافاجات كتمشي ستاسيون كتلوح 100 درهم صاحبي في لافاج بلا ما نسميش ما ستاسيون كيخرج لك السميه تيطراو ديال الماء هادو كاع ما شناو ما شناش عاوتاني البيسينات ديال 200 درهم الدخله و 300 درهم الدخله واش فهمتيني اما الحمام اخويا ما اداروا الحمام حش الحمام هو اللي كيقولوا الناس كتشي الحمام اخويا راك تعبها بجوج طاوله ديال الباقه صبر بالله منو ماناني ونسدوا عندنا الحمام راه مصيبه كحله بقاو ندوشوها في الدار الله ياخذ فيهم الحق نبقاو خانزين لا عمال لا والو ما عندنا ما غادي خصهم يسدوا لا بيسين يسدوا البحر ماشي يسدوا الحمام باش يسدوا 3 ايام في السيمانه ما خدامش لينا 3 ايام في السيمانه بزاف حيت الناس كتشي الحمام زاك شاري جمعوا وسمتوا حد ولكن باش يسدوا 3 ايام في السيمانه شي ماشي قانوني كنتمنى الناس باش تقتصد فهمتيني شويه من الماء ما بقاش تضيع الماء بزاف حتى خوص تضيع ديال الماء بزاف هو اللي كيخلي يسد الحمامات من واحد الناحيه اقتصاديه انا راه مزيان ولكن ماشي الماء سي باغي الحمامات هما اللي تي كونسوميو الماء راه بزاف ديال الحوايج راه غير في لي فوايا غير في الدور لي ماما راه ما تيحافظوش على الماء بلا حمام خص العيالات بعدا خص الناس لي فوايا يحافظوا يقتصدوا على الماء راه الماء راه شي حاجه مهمه الماء راه غالي ماشي غير الحمامات سي فغي راه ماشي غير الحمامات راه كاينين بزاف اللي تيكونسوميو الماء ولكن خص الناس توعيه انا تنتمنى الشعب المغربي يوعى بهذه المساله بان راه الماء ما بقاش عندنا الماء بالنسبه لهذا الماء اللي تيسدوا دابا والحمامات وكاع البلايص اللي سادين عليهم الماء راه كاينين واحد الناس تضيعوا ولا جينا نشوفوا راه كاينين بيسينات كاينين كواريومات كاينين الناس كتسقي الجراد ديالهم كاينين بيرين كاين بزاف ديال الانواع عامرين بالماء الحمام الجوامع حشومه كاع هذا راه ماشي معادله كتبان لي انا الله يدير شي تاول ديال الخير فيهم ماشي فينا حنا راه حنا في واحد الازمه ديال الماء عالميه لهذا الا ما جيناش نضربوا على الطاوله بواحد اليد وبواحد واحد الحزم المغربي ما يتحركش نقد نغسل في داري بسطل تاع الماء و ان غون دو تواليت اي سا مارش بيان باسكو الحمام كي كونسوم بوكو ديال لو كي ديال الماء اسكو سا سوا تحت الارض باطيني او واخا نديرو ليه حتى يعني نرجعو ديسالينيو يعني نحيدو له الملحه ونجيبو من البحر غادي يكلفنا تكاليف كثيره دونك القرار مزيان باش يخلي الناس شويه دخل شويه الدخل المعقول وتفهم بلي ان راه حنا كنعيش واحد الازمه عالميه ديال الماء وازمه عالميه ديال الارض براسها كتشتكي من هاد اللامبالاه كما كيقولوا فوالا سي تو ان ما جيناش نديرو هكا ما غيكون والو